مرحبا بكم. في موجزنا الإخباري هذا، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصر لدى تلقيه العرض الأمريكي لتجميد الاستيطان الإسرائيلي من مساعد مبعوث السلام الأمريكي على أن يشمل ذلك مدينة القدس الشرقية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن الأربعاء أنه سيعرض على حكومته المصغرة خلال 24 ساعة للتصويت عرض الحوافز الأمريكية مقابل تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية لثلاثة أشهر. السلطة الفلسطينية تتسلم صلاحيات أمنية أوسع في مدينة نابلس وتعتقل خلية لحركة حماس فخخت سيارة لاغتيال محافظ نابلس جبرين البكري، وحماس تنفي ذلك نفيا قاطعا على لسان عضو مكتبها السياسي الدكتور محمود الزهار. النائب اللبناني ميشيل عون يتبنى طروحات حزب الله حول اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ويقول إن رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري يعرف هوية من قتل والده، موجها بذلك أصابع الاتهام إلى إسرائيل. الرئيس العراقي جلال طالباني يؤكد أنه هو وليس إيران وراء المصالحة بين رئيس الوزراء العراقي نور المالكي وسوريا. الإمارات العربية المتحدة تعتزم بناء شبكة سكك حديد يبلغ طول خطوطها الداخلية 1500 كيلومتر، ويتكلف إنشاؤها 10 مليارات دولار، وتربط بين إمارات الدولة، وتتصل لاحقا بشبكات أخرى محلية في الكويت والسعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر. نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعرب عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في اللحظات الأخيرة ليقود به منتخب بلاده إلى الفوز الثمين 1-0 على منافسه التقليدي منتخب البرازيل مساء الأربعاء في لقاء ودي جمعهما في الدوحة. أخيرا في هذا الموجز، جماعة مدافعة عن حقوق الحيوان تنقذ شمبانزي كان يدخن في حديقة حيوان لبنانية للترفيه عن رواد الحديقة. لتفاصيل هذه الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.